السلام عليكم أبطالي الصغار، اليوم سنقوم بتجربة. سنحتاج إلى ملح، ذرة، سكر، عدس والماء. سنبدأ. سنضع الملح في الماء، نأخذ القليل من الملح ونضعه في الماء، وسنلاحظ ماذا سيقع للملح. هل سيبقى في الماء أم سيختفي؟ اختفى الملح. نقول الملح يذوب في الماء. الملح يذوب في الماء. والآن نأخذ حبوب الذرة، نضع الحبوب في الماء، نحرك قليلا. الحبوب لم تختفي، إذن الذرة لا تذوب في الماء، لا تذوب. والآن سنجرب بالسكر. نأخذ السكر ونضعه كذلك في الماء، قطعة من السكر، نحرك جيدا. هل ستختفي قطعة السكر؟ نحرك جيدا، ننتظر قليلا، اختفت القطعة. نقول السكر يذوب في الماء. السكر يذوب في الماء. ونجرب بالعدس، نأخذ القليل من العدس ونضعه في كأس من الماء، نحرك جيدا. العدس لا يختفي. نقول العدس لا يذوب في الماء. إذن عندنا الملح يذوب في الماء، الذرة لا تذوب في الماء، السكر يذوب في الماء، وفي الأخير العدس لا يذوب في الماء. أتمنى أن تقوموا بالتجربة في البيت